أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين قوله تعالى في هذه السورة وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وبين قوله تعالى في سورة المعارج وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ هل هناك اختلاف بين الآيتين؟ قد يكون الحق المعلوم المراد به الزكاة، لأن الله قدرها بمقادير، وفي أموالهم حق، هذا شامل للزكاة وغيرها. نعم.